الصفارة، كوميديا اجتماعية تدور أحداثها حول مرشد سياحي يسرق صفارة أثرية تعيد إلى الماضي لتنقلب حياته فوق تحت. العمل من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، إنعام سلوسة وغيرهم، وإخراج على إسماعيل. ما بقاش عندي أمل غير الصفارة، حاول أرجع بيها أصلح حياتي اللي باظت دي. سر الصفارة بيتربط بالثلاث دقائق اللي بتختارهم من عمرك. أنا عارف أنا هرجع لأني ثلاث دقائق بالظبط. أنا عارفة يا أستاذ شفيق ومقدرة إنه مش سهل خالص إن حضرتك تكون أب وتكون أم في نفس الوقت. أم إحنا لازم ناخد بالنا قوي ونفتح عينينا ونبعد عن أولادنا أصدقاء السوق دول. أنا حاسس إن أولادنا هم أصدقاء السوق اللي كانوا أهالينا بيحذرونا منهم. إحنا عندنا واحد غاوي حمام بنات، واحد متنمر، والتالت متحرش. كنت عايزة أتكلم معاكي في موضوع، بس هو موضوع يعني محرج شوية. ينفع نتكلم جوه؟ آه طبعًا يا روحي. إيه يا شيرين؟ لا اتفضلي معلش اقعدي. الأطفال اللي في سن إياد بيبقوا بيحسوا بحاجات، بيفكروا في حاجات. بيتكسفوا يتكلموا فيها مع أهلين، انت فاهم؟ ايوه انا عشان فاهم الان. بس انت على طول بقى حياتكم في هزار ولعب وشمس وخروج كده على طول زي ما انت شايفه. لا ولعبهم ايه يا شيرين؟ ملايكه لعبهم. عامل زي السوتيه كده، مهما تضربي منه ما تحسيش باي حاجه، كانك ما اكلتيش. اهلا حبيب بابا. معاك ولاعه ايه؟ يا نهار اسود، اديهم واجيه، اديهم المحفظه واديهم النضاره دي كمان، اديهم. مش وقت الازازه خالص يا بابا شفشه. بجد؟ امر كبير. الامر لله يا حبيبي. طب ايه يا اياد، ما تسمعنا صوتك. صوتي اتشرخ في الخناقه مدي. ايه ده؟ مش ده فرعون بتاع فيلم كباريه؟ وانا ضايق نفسي ليه؟ الموضوع ابسط من كده، انا همسح كل اللي احنا فيه ده. سلكت اول ديليت.